بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع. التلميذ يلعب بالكرة. التلميذ مبتدا مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يلعب فعل مضارع خبر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا به حرف جد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الكرة اسم مجرور والجار والمجرور وشبه جملة متعلق بالفعل يلعب. السمك يسبح في الماء. السمك مبتدا مرفوع، يسبح فعل مضارع خبر مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا فيه حرف جد يدل على الظرفية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الماء اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل يسبح. من يلعب بالكرة في الدار؟ فريد. من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يلعب فعل مضارع خبر مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا بالكرة. جار ومجرور وشبه جملة متعلق بالفعل يلعب. في الدار جار ومجرور متعلق بالفعل يلعب. فريد مبتدا وخبره محذوف. التقدير: من يلعب بالكرة في الدار؟ فريد يلعب. انظر من الشباك. انظر فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت من حرف جد مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد حرك بالفتح منعا من التقاء الساكنين. الشباك اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل انظر. اشرب الماء. اشرب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الماء مفعول به منصوب وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يقوم التلميذ. يقوم فعل مضارع، التلميذ فاعل. أنا أشرب اللبن. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، أشرب فعل مضارع خبر مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وهو عائد على المبتدا اللبن مفعول به منصوب. أنا ألعب بعد الدرس. أنا ضمير منفصل مبتدا، ألعب فعل مضارع خبر مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وهو عائد على المبتدا بعد ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو متعلق بالفعل ألعب، وهو مضاف الدرس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أنت تقعد على الكرسي. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، تقعد فعل مضارع خبر مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وهو عائد على المبتدا على حرف الجر يدل على الاستعلاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الكرسي اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بالفعل تقعد. خذ القنينة. خذ فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. القنينة مفعول به منصوب. هات السكينة. هات اسم فعل أمر بمعنى أعطيني مبني على الكسر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. السكينة مفعول به منصوب. كل لحم البقرة. كل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. لحم مفعول به بالفعل كل، وهو مضاف البقرة مضاف إليه مجرور بالإضافة. أين السكين؟ هنا في الخزانة. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا. السكين مبتدا مؤخر مرفوع. هنا اسم إشارة يشار به للمكان القريب مبني على السكون في محل نصب أو في محل رفع متعلق بخبر محذوف تقديره موجود أو كائن.
في حرف الجر يدل على الظرفية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الخزانة اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف في محل رفع. التقدير أين السكين؟ السكين كائن أو موجود هنا في الخزانة. ما هذا؟ ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. ها حرف يدل على التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. أو تقول ما اسم استفهام مبتدأ واسم الإشارة خبر. أنا أنظر من الشباك. أنا ضمير منفصل مبتدأ. أنظر فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وهو عائد على المبتدأ من الشباك. جار ومجرور متعلق بالفعل أنظر. قم واقرأ الدرس. قم فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اقرأ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. والجملة معطوفة على جملة قم. الدرس مفعول به بالفعل اقرأ. عبد الكريم يشرب القهوة. عبد مبتدأ مرفوع وهو مضاف الكريم مضاف إليه مجرور بالإضافة. يشرب فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ. القهوة مفعول به منصوب. أنا ألعب قبل الدرس. أنا ضمير منفصل مبتدأ. ألعب فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وهو عائد على المبتدأ. قبل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو متعلق بالفعل ألعب وهو مضاف الدرس مضاف إليه مجرور بالإضافة. هل هذا فرس؟ نعم هذا فرس. هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ها حرف التنبيه لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبتدأ فرس خبر. نعم حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ها حرف التنبيه لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ فرس خبر المبتدأ. والله أعلم بالصواب.